كريم، انا عايزك تقف جنبي. انا واقف جنبك يا بابا. يعني انا قصدي تقف جنبي، يعني تقف جنبي على رجلك. يعني انا تنح للدرجه دي يا تنح؟ انا قصدي تقف جنبي في المكان تساعدني، عايزك تتمرمط وتحط ايدك في كل حاجه لحد ما تتعلم الشغل، قصدي تتعلم اللعب. بس المدرسه هتقول لي مدرسه تاني يا كريم يا عاق؟ المدرسه دي يا ابني انا ما طلعتش منها غير بالقرايه والكتابه زي ما انت شايف كده، وانت ما شاء الله عليك بتقرا وتكتب زي الفل، يبقى مش محتاج المدرسه في حاجه. بس انا يا بابا قلت لك ان انا هدرس واخد 7000 دولار في الشهر. يبقى محتاجين المدرسه في حاجه؟ طبعا محتاجين ال 7000 فعلا. خلاص يبقى تجمع بين الاثنين، تروح الصبح تدرس وتاخد ال 7000 دولار، وبعد الظهر تنزل معايا المحل. بس يا بابا مفيش بس كريم، انا خلاص يا ابني كبرت، محتاج ابني يقف في ظهري، لازم حد يمسك اللعب ده كله من بعدي. هودي الكوينز دي كلها فين؟ انت اللي هتورثها. ازو كم ان هير. طب روح انت اعمل اي حاجة لحد ما اشوف سعدون عايز ايه. وان مومنت. تعال. خير يا سعدون؟ لا خير 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 ان شاء الله. قوليلي موزو، انت بتشتغل سعدون عشان هو طيب؟ لا والله انا بشتغل عشان هو حمار. صدقت مش قلتلك عشان هو حمار؟ انت مفهمه ان الراجل الشرير المجرم اللي قاعد عندنا في البيت ده هو اللعبة؟ انت قلت لها؟ هو انا مش فهمتك؟ ما تقولش لحد. لا والله العظيم ما قلت لها، والله ابدا عيب ده صاحبي. بس هي في لحظه صفا جرجرتني ورهرهتني، رحت منزلق قدامها بالكلام. بس بصراحه برضه مظن ان انا كنت شاكك في الراجل شنب الناس الغلابه ده. منين هو اللعبه ومنين بياكل ويشرب وبيعمل بيبي؟ ده بيعمل بيبي بكميات مهوله. سعدون، هو انت حد فهمك ان اللعبه دي ايليان؟ ما هي بني ادم زينا يا حبيبي، بياكل ويشرب ويعمل كل حاجه عادي. انا حسبت لكم ان انتوا الاثنين جوز بقر. بص، اللعبه امبارح بالغلط كده بعت لي صوره ليه، تقريبا كان بعتها لواحده صاحبته اهي. بص، اوه مونديال، ده هو شنب الناس. انت ايه؟ انت ايه؟ مش قلت لك ان هو اللعبه؟ انت ايه؟ عايزه تدمرين؟ الله يخرب بيتك. انا اللي غلطان، بتصغرني يا صاحبي. متشكر قوي على الواجب اللي ما عملتوش. ابعت لك اللعبه لحد بيتك وتعمل معاها كده؟ انت بتعمل ايه؟ ايوه يا غريب، انا عايزك تقعد اللعبه عندك يومين كده عشان تساعدوني. يومين طلاق من الفيلم يحصل؟ بص ده انا والله ما يحصل، ما تقعدش غير عندي انا اللعبه. انت ايه؟ انت ايه؟ شيطانه، عايزه تدمرين انا وصاحبي علاقة الصداقة اللي بينا، هتدمريها. أنا آسفة يا مازو، حقك عليا، بس ما تأخذنيش، يعني أنت كل تجاربك معانا فاشلة الصراحة. ما تتأسفوليش، أنا اتأسفوا للعبة زمان ودلوقتي شايفكم مش بتوع لعبة، واحتمال يخرجكم بره اللعبة. أنا كده كده هكلم اللعبة أقول لها تغير لي فريق. لا لا لا, 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 لا يا لعبة، الله العظيم أدفنها لك. بص هموتها. لا ابعد عني يا سعدون، أنا متنرفز بجد. مازو انت ايه؟ ينعى ابو تخنك في الارض، هتدمريه. مازو صاحبي، مازو ما تزعلش نفسك يا مازو، وحياه اغلى حاجه عندك، وحياه ام كريم ما تزعل مني. ولو البطيخه اللي انا قانيها عندي في البيت هطلعها، مش حياتك. مش البطيخه يا سعدون، انا قلت لك اللعبه مفتح وبيراقبنا طول الوقت، وجايب لنا الموبايل ده عشان يراقبنا بيه طول الوقت. يا سعدون يا نهار اسود، الموبايل